تركمان يقول: ما هو العمل الذي يعين على القيام لصلاة الفجر؟ أن تنام باكرا فقط، وأن تنوي أن تقوم الفجر، صدق ولا أبالغ. لو هيأت الساعة كي توقظك الساعة الرابعة، صدق ولا أبالغ، تستيقظ قبل دقيقة. إذا علم الله منك صدقا في صلاة الفجر تستيقظ بلا منبه، حتى أن العلماء اكتشفوا أن هناك ساعة منبه في الرأس. إذا عندك سفرة مهمة جدا تستيقظ قبل ساعة، لو نايم قبل ساعة أبدا. إذا علم الله منك نية صادقة أن تصلي الفجر، لذلك من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح.